النهاردة توفى إلى رحمة الله عن حاجة وثمانين سنة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة. ومحمد عمارة الحقيقة له جولات وصولات خطيرة جدا، وأنا كان لي الشرف يوما ما أني زرته في بيته في شبرا الخيمة، ودخلت مكتبه ومكتبته، ودار بيني وبينه حوار طويل جدا استمر لساعات طويلة رغم أنه كان مرهق، لأنه أصر أن أنا أكمل حواري معاه، وأهداني وقتها مجموعة من مؤلفاته. فيعني صدمت زي ما ناس كتير أنه توفى إلى رحمة الله النهاردة هذا المفكر الكبير الدكتور محمد عمارة، اللي له مواقف سواء حوالين الأقصى أو حوالين الحضارة العثمانية، اللي قال أن العثمانيين حموا الوطن العربي 600 سنة، وأيضا قال أمتنا أعطت الأموال للسفهاء وأصبحنا محتلين بالفوائد الربوية، ثم كان له محاضرات ومسجلات كثيرة جدا. قبل ما أسيبكم على الفيديو جراف ده عن الدكتور محمد عمارة، أمس لي تعليق واحد على الأستاذ ممدوح حمزة. يعني ممكن نختلف مع بعض يا دكتور ممدوح، ولك مني كل الاحترام. ممدوح حمزة كاتب على تويتر الناس بتشكر في الدكتور عمارة، هو كتب قال وكان أحد أسباب مقتل الدكتور فرج فودة. أنا ليه تعليق على ده يا أستاذ ممدوح، ولو هو مش سامع وحد من أصدقائه مش سامع يبقى وصل له القصة دي، وسيظل بيني وبينك الاحترام. لكن معلش يعني أولا أنت بكلامك ده اعتبرت أن ممدوح فودة مفكر، أفرج فودة قصدي مفكر، ولا لا أدري ايه هي الاسانيد والمبررات اللي على اساسها نعمل فرج فوده في مقام زكي نجيب محمود. يعني قول لي انت، انا قريت كتب فرج فوده، يعني قول لي انت، ولا هو اي حد يكتب اي دش ويعبي لب في قراطيس ويعمل طباعه بتاع نسميه مفكر؟ اذا كان كده يبقى مفكر ونص، لكن ماذا اضاف فرج فوده للفكر الانساني او الفكر العربي؟ انا بقول لحضرتك وانت تختلف معايا، لا شيء، إلا إذا اعتبرنا أن كل واحد يألف له 16. أنا أعرف ناس بتعبي أي كتب من النت ويعمل كتاب وطبع عليها النهاردة، على رأي الدكتور صلاح قنصوة لو تعرفه أستاذ ممدوح، وده كان أستاذنا في معهد النقد الفني، كان يقول في العربي فقط كل واحد يعبي لب في قرطاش يسموه كتاب. هو الدكتور صلاح قنصوة كان يقول لنا كده خلاص. ففرج فودة في تعريفي أنا مجرد كاتب صحفي كان مشغول بالطيار الإسلامي، اللي عنده حق ما عندوش حق ده موضوع تاني. انت بتقول ان هو السبب في مقتل فرج فودة، تمام جدا. استنادا على ايه بقى؟ على المناظرة اللي دارت بين فرج فودة وبين الشيخ محمد الغزالي وشخص اخر انا لا اتذكر اسمه دلوقتي، وكانت بإدارة سمير سرحان في معرض الكتاب في القاهرة. طيب ماذا دار في هذه الندوة؟ حضرها مجموعة من شباب الإسلاميين وشتموا الدكتور فرج فودة، وبعدها قتل فرج فودة. طيب دي كانت مناقشة بين الناس جادلوا بعض، وانت شفت ماذا حدث لفرج فودة في المناقشة دي مع الأستاذ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، ومع الشيخ أو الدكتور عمارة، كان موجود الدكتور عمارة فعلا. دي كانت ناس عندها فكر قصاد ناس عندها فكر، مش فاهم ايه فين القتل يعني. يعني ولا انت اللي ما يمشي يعني، ما انتوا بتقتلوا الناس يا دكتور ممدوح حمزه، ما انت اللي بيختلف معاكم بتقتلوه بنفس الطريقه، ده انتوا بتصفوه جسديا ومعنويا. هو لما انا يبقى عندي فكر واقبل ان انا اقف قدام واحد تاني عنده فكر اسمها دعيت لقتله؟ يعني ما ادعي لقتله؟ واحد قبل فرج فوده مع شخص اخر ناسي اسمه انه يقعد قدام الدكتور عماره والدكتور والشيخ محمد الغزالي، وقعدوا الاثنين بعض في حضره او في وجود سمير سرحان اللي كان رئيس هيئه الكتاب وقتها في معرض كتاب قدام الناس كلها. ما الضرر؟ ما الامريكان بيقعد رئيس قدام رئيس يقطعوا بعض، ما الضرر؟ كون بقى واحد تاني راح قتل فرج فوده بعد كده، ده مش ذنب الدكتور عمارة ولا ذنب الأستاذ سمير سرحان ولا ذنب الشيخ الغزالي، وإلا يبقى كل واحد هيقتل بقى نقول لا أصل هو محمد عمارة هو اللي كان مفتري هو اللي حرض القتل، لما النيابة أصلا ما أثبتتش إن الشيخ الغزالي والدكتور محمد عمارة مسؤولين عن قتله. حضرتك أفظع من النيابة وأقوى من النيابة وأصدرت قرار بعد سنوات من قتل محمد فرج فودة إن محمد عمارة كان أحد أسباب ده، النيابة ما قالتش كده يا راجل.
لا أدري الليبراليين في مصر أو من يسموا بالليبراليين بيفكروا زي إذا كان النيابة ما قالتش كده، إذا كان القاتل اللي قتل فرج فوق ده ما قالتش كده، حضرتك بقى من نفسك بعد سنوات جاي تفتكر له الحادثة دي النهاردة في لحظة وفاته وتقول وكان أحد أسباب قتل فرج فوق ده؟ أنا بس لله يا أستاذ ممدوح حمزة وأنت رجل يعني أظن أنك أنت دماغك كويسة جدا، قيس كده فكر فرج فوق ده بفكر الدكتور عمارة، قيس تعبك الإسلام أنت شوية معلش، بس اعمل زي وول ديرنت كده تحلى بعلمانية هنري كيسنجر اللي كتب في كتاب النظام العالمي كلام ولا أروع عن الشيخ حسن البنا ولا أروع، وده يهودي صهيوني، لما يجي يكتب كتاب عن حسن عن النظام العالمي والتاريخ العالمي ارجع له يا دكتور ممدوح حمزة شوف كتب ايه عن حسن البنا الصهيوني اليهودي وزير خارجية مكوك الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر، شوف ماذا كتب عن حسن البنا، شوف وول ديورانت كيف دافع عن الرسول لما يقول في صفحة 75 في الجزء الأول من كتاب قصة الحضارة كتب بالنص وكان بعض القساوسة ورجال الدين المسيحي يروجون لطوائفهم المسيحية أن محمدا كان مسؤولا أو أبدع فكرة تعدد الزواج الزوجات، وهذه فكرة خاطئة لقد كان تعدد الزواج موجودا قبل محمد وكانت أسبابه واحد اثنين ثلاثة، ده وول ديرنت يا راجل، مش معقول. على كل حال أرجو أن الدكتور ممدوح حمزة يراجع نفسه ورحم الله المفكر الكبير الدكتور محمد عمارة، ونشوف في الفيديو جراف ده من هو محمد عمارة الداعية الإسلامي، ويكفيه أنه أبان للناس وأوضح للناس حجم نوال السعداوي في أحد اللقاءات والمناظرات، ثم لم تقتل نوال السعداوي في المناظرة بينه وبينها اللي عملتها منى الشاذلي على إحدى القنوات، لم تقتل، مسكها مسح بها الأرض ولم تقتل، خلاص يعني ما ذنب الرجل، مناظرة وانت قبلته وخلصت القصة.